يا مس حضرتك موجودة؟ ايوه اسال، انا موجوده. ثواني بس اعمل شير بس للكتاب، معلش والله هو النت قطع من عندي يا جماعه، فانا اسفه خالص. ثانيه واحده بس اعمل شير للكتاب. ما انا برضو عندي نت على البتاع ده على الموبايل، بس برضو النت بيبقى قليل، يعني على الرغم ان النت بتاع الواي فاي قوي وبيكفي، لكن الانترنت لما بيكون في الموبايل بيكفي كل حاجة بس بيخلص بسرعة، مع انه هو بدفع له اكتر يعني. بس هحاول احل المشكلة دي، ما تقلقوش يعني. بص كده معايا، احنا وصلنا لغاية ايه؟ لغاية الصفحة دي. اوكي، اكتيفيتي نمبر 1، كان يو اكسبلين. هنشرح ايه بقى؟ احنا عندنا 3 examples of living organisms. اول example اللي هو starved animal lizard، وثاني example اللي هو palm tree، ونمبر 3 اللي هو human being. طيب ايه بقى الثلاثة امثلة دول؟ احنا هنعرف ايه؟ كل ال 3 examples دي بتحاول تعمل adaptation، بتتكيف علشان تبقى عايشة كده وهي ايه، مبسوطة كده وفرحانة. ايه بقى الادمال ذات دي بتعمل ايه؟ السحلية دي بتعمل ايه؟ that lives in the desert protects itself by finding the shaded area. الشادد area دي يعني مكان يكون فيه ظل، يكون فيه ظل علشان تحمي نفسها من الشمس. تبقى زي انت مثلا لما تبقى حران تفتح التكييف. هي بقى الادمال ذات بتدور على مكان في الصحراء يكون فيه شادد area، فيه ظلة. during the hot sunny a hot sunny day، في مكان لما يكون الدنيا شمس هي بتدور على مكان الصحراء يكون فيه ضب. To keep its body cool، علشان تحافظ على جسمها بارد. طيب نمبر 2، البالم ليفز. البالم ليفز دي ايه؟ البالم ليفز يعني اوراق النخيل. are covered with waxy layer to protect them from extreme hot climate. بتغطي ال ورقة النخل او اوراق النخل، بيكون بغطي الورق بتاع النخيل بطبقة من الشمع، واكس لاير يعني طبقة من الشمع يا ولاد، to protect them from extreme hot climate، عشان تحمي نفسها من الجو الحرارة أو الطقس الحار. نمبر 3، human being أو human being، عشان دي تبقى فعلا human being. protects himself from extreme hot climate by using umbrella and light clothes. الإنسان أو البشر بيحمي نفسهم من الحر من خلال ان هما بيستخدموا الشمسيه امبريلا اند لايت كلوزز، والملابس الفاتحه اللون. يعني انت لما مثلا تبقى الدنيا حر نلبس تيشرتات لونها ابيض، نلبس ملابس كده فاتحه اللون بتاعها فاتح ابيض. Each of the previous living organisms has different ways to protect itself from extreme hot climate. 17 17 انا عامله شيرنج للصفحه، لو انتوا فاتحين من اللابتوب او التابلت، لو انتوا معاكم موبايلات ممكن ماشي. لو انتوا فاتحين من الموبايلات يبقى والشاشه في كنتوطه ممكن تبقوا فاتحين كتاب المعاصر لو معاكم في البيت بس. وانا بعت لكم برضو كتاب المعاصر على الموبايلات بتاعتكم، بعت لكم اللينك بتاع الكتب على الجروب بتاع الواتساب. طيب يلا بينا بقى ايه، نشوف التعريف بتاع الادابتيشن ده. تعريف مرتين، بعد كده هخلي كل واحد فيكم يقوله مرة. تعالوا كده نشوف بقى التعريف بتاع الادابتيشن ده. They are characteristics that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. عبارة عن مجموعة من السمات أو الخصائص اللي بتساعد الكائن الحي إن هو يكون على قيد الحياة. So, and reproduce in the ecosystem، ويكون يتكاثر في البيئة. It which they live، البيئة التي يعيش فيها. Who can raise this concept or definition؟ يلا يا نورسين. Open the mic. Open your mic. أيوة بس. Read the definition of adaptation. They are characteristics that help living organisms to survive and reduce in the ecosystem in which they live. اتفهم very good. يلا يا إياس. They are characteristics
that help living organism to survive and reproduce in the ecosystem which in which they live. Excellent, very good. We are characteristic. بصوا لما يكون عندكم كلمة كبيرة زي كده عشان تحفظوها كويس تعرفوا تكتبوها على الغايب يبقى نقسم الكلمة للمقاطع. طب ايه يا مس نقسمها ازاي دي؟ characteristics characteristics they are characteristics أو they are characteristics that help living organisms to survive and reproduce in the ecosystem in which they live. خلاص تعال بقى نشوف ايه هو الايكو سيستم ده يا مس. Ecosystems يعني النظام البيئي. طب ايه النظام البيئي؟ is an area in which living and non-living things interact with each other. عبارة عن مكان بيكون فيه كائنات حية وكائنات غير حية بتتفاعل مع بعضيها في المكان ده. طب يا مستر ال non-living مش احنا خدنا في grade 1 و grade 2 ال non-living things دي زي ال air وزي ال earth وزي ال ايه تاني؟ الأرض والجو والبحر مثلا والوتر كل دول نون ليفنج ثينجز. طب ايه مثل الليفنج ثينجز دي؟ زي البلانتس والانيمالز والهيومن. الاثنين دول مع بعضيهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا الايكو سيستم. تمام؟ يا مس انا عايز اسال سؤال، الكلمات اللي تحت في الكتاب دي تحفظها؟ as you can يعني لو انت بدات تحفظيها يبقى كويس جدا، لو ما عرفتيش يبقى كفايه علينا ان احنا نعرف الكلمه ومعناها بس. انا اصلي لما بحفظها بعرف اذاكر ولا بكتب. هو بصي يعني انا هقول لك على حاجه، هو بس ايه عشان خاطر اللي هو الزوم هيقفل بعد 10 دقايق هقول لك تعمل ايه في الاخر خالص، بس هو دلوقتي الحاجات المهمه اللي انا هقول لك عليها مهمه زي مثلا التعريف ده مهم، ده تقرأوه مثلا مرتين ثلاثه كده لغايه ما تحفظوه، والكلام ده برضه انا قلته ماشي. لكم هناك في الفصل. طيب adaptations occur over many generations. In this concept we will study types of adaptation, human's body system and their adaptation will plant adaptation. تعال بقى الصفحة اللي بعديها. الصفحة اللي بعديها. Activity number two, penguin feet. Penguin ايه؟ penguin feet يعني الأرجل بتاعت البطريق. مالها الأرجل بتاع البطريق ده؟ Look at the following pictures. They put true or false. هنبص على الصورة وهنحط علامة صح أو علامة خطأ. You can stand on ice in bare feet for about 5 minutes. هل حد يقدر يمشي على الثلج برجليه الخفيانة؟ ده true or false؟ يلا يا محمد عبد الله. محمد عبد الله. False. Excellent. Very good. طيب يبقى كده ايه؟ ما ينفعش ان احنا ما حدش فينا يقدر يمشي على الارض وهو حفيان، يبقى كلمه حفيان دي اللي هي ايه؟ بيرفي بيرفي او بيرفي. اوكي؟ طيب نمبر 2 بينجوين كان ووك اون ايس فور ا لونج بيريد اوف تايم. هل البطريق ممكن يمشي على الارض الثلجيه فتره طويله من الزمن؟ يلا يا زياد. True. Excellent, very good. طيب climate is considered one reason for adaptation for many living organisms over generations. تعال بقى نشوف ايه بعد كده. adaptations of penguins to survive in cold environment. البنجوينز دي بتتكيف ازاي في المكان البارد؟ ازاي بقى البطريق الحلو العسل ده بيعيش في الثلج؟ تعالوا نشوف كده القصه بتاعت البطريق دي ماله يعني بيعيش ازاي وبيتكيف ازاي. unlike most birds penguins cannot fly but they are can stand on ice all day. البطريق ليس يعني unlike most birds ليس كمثل باقي الطيور ولكنه لا يطير، حيث انه لا يطير لا يستطيع ان هو يطير، وكمان ويمكن له ان هو يكون واقف طول اليوم على الثلج. طب الهابيتات بيعيش فين؟ البيئه بتاعته. penguin in Antarctica lives in a polar climate. That is one of the coldest places on the earth. البنجوين ده بيعيش في منطقة اسمها الأنتاركتيكا وده منطقة قطبية يعني فيها ثلج. That is one of the coldest places on earth وده من أكثر الأماكن الباردة في الأرض. الأدابتيشن ازاي بيتكيف؟
أولا its body الجسم بتاعه ماله penguin's body is covered with dense feathers and a thick layer of fat to keep its body warm. الجلد بتاعه أو الجسم بتاع البطريق مغطى بالريش الكثيف dense feathers يعني ريش كتير. A thick layer of fat طبقة دهنية ثقيلة عنده دهن كتير الجلد بتاعه فيه دهن ليه طيب؟ To keep its body warm to keep its body ايه؟ warm عشان يكون الجسم بتاعه دافي. طب الرجلين بتاعته its feet penguins feet have no feathers الرجلين بتاعت البطريق ما فيهاش ريش ما فيهاش ايه ريش عامله زي البطه لو انتوا بتروحوا لو انتوا مثلا مربين بط في البيت او بنت بتروح البلد انتيتا وبتلاقي مثلا هي مربيه طيور ولا حاجه هتلاقي البطايه ما فيهاش رجلها ايه ريش نفس الحكايه البطريق نفس النظام penguins feet have no feathers ليه ما عندوش ريش طيب هنعرف بعد شويه يبقى الهابيتيت ده is the environment where living organisms live in هو هنا عطينا تعريف الهابيتيت واحنا اصلا عارفينه من السنه اللي فاتت لما انا قلت لكم الهابيتيت ده عباره عن ايه environment where living organisms live in مكان بيعيش فيه الكائنات الحيه تعال بقى نشوف معاني الكلمات دي بير فيت يعني حاف القدمين انتاركتيكا القاره القطبيه الجنوبيه دنس فيزرز اللي هو ريش كثيف بينجوين اللي هو البطريق بولار كلايمت المناخ القطبي وارم يعني دافئ هابيتيت موطن او بيئه انفايرومنت بيئه بس الانفايرومنت ده اللي هي البيئه اللي بيعيش فيها الليفنج وكمان النون ليفنج كل ما يحط بالكائن الحي لكن الهابيتيت ده المكان اللي بيعيش فيه مين الليفنج اورجانيزم تعالى بقى نشوف هنا how do the penguins feet stay warm ازاي الرجلين بتاعت البطيخ بتكون دافيه The penguin's feet stay warm due to the way of moving the blood in the blood vessels through its feet as follows. الرجلين بتاعة البطريق بتكون دافية لما هو بيتحرك والدم بيتحرك داخل جسمه والدم ده بيتحرك داخل الأوعية الدموية blood vessels يعني الأوعية الدموية في الرجلين بتاعته. طيب number one blood vessels bring cold blood up from the feet. الأوعية الدموية في جسم البطريق يبقى فيه تبادل الدم البارد ويطلع بارد وساخن على طول يعني في مثلا لو هو عنده هنا قناة أو اللي هي وعاء دموي هنا وعاء دموي هنا هاد الدم البارد أهو يطلع لفوق ويجي مكانه دم سخن. طيب number two other blood vessels bring warm blood down to the feet from the feathers coated body. الأوعية الدموية بتروح من الزلال والدم السخن ويطلع هو ايه from the feathers coated body اه والدم السخن ده بيجي له من عند فين من فوق طب ليه طب الحته اللي فوق دي اشمعنى فيها دم سخن عشان اصل الحته اللي فوق دي متدفيه مش هو عنده سك عنده قصدي عنده وارم عنده فيزرز سك فيزرز عنده ريش الريش ده بيدفي جسمه من فوق وعنده لير اوف فيت عنده طبقات من الدهن بتخلي الجسم بتاعه سخن من فوق فالدم السخن ده بيجي من فوق بعد كده الدم البارد اللي هو من تحت من عند رجليه فبيحصل تبادل للدم these vessels wave around each other when they touch the warm blood vessels heat up the cold blood vessels so the heat transfers to the penguin's feet الأوعية الدموية دي يا ولاد بتكون حوالين جسمه وبتلامس بعضيها وعشان كده الدم الدافي الدم اللي بيبقى دافي في الأوعية الدموية الدافية اللي بيبقى فيها دم دافي بتبقى ايه بتنزل والدم الدم الساقع بيطلع لفوق عشان يتدفى so the heat transfer to the penguin's feet عشان كده الحرارة بتنتقل داخل جسم مين داخل الرجلين بتاعت البنجوينز This means that the blood moving up into the penguin's body is not cold and the blood moving down to the penguin's toes is warm enough to keep its toes from freezing. عشان كده معنى الكلام ده ان الجسم بتاع البطن